ناكل الاحتكال. هذه، انا اللي غناكله، انا اللي وين دار مع غناكله. وقيل يكون هو تمنى مع يدير معك عمليه الاحتكاك، يعني تفرطي معاه غير في النعاس، ما ديري معاه والو ولكن غير تفرطي، لانه هو راك ويلي عارفه ويلي من ويلي دار ويلي صغير. ويلي 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 أمو أمو اديني العافيه الحوت العافيه 11000 زيد، يعني الحكام الحكام يعني ويلي الحكام. ويلي 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 وتخيلوا اخوتي الشح أمو يحك مع صوفيا، علينا ويلي وصوفيا ويلي ويلي مسكينه ناعسه وعيانه ما دابا شاء تخيل الله، وين ضحكت عليها. وبعدين وجع اللحم. ايوا دابا انا شفت ستوريات ديال الشكح كيقول انا يا كويت انا درت انا درت، واه الشكح هذا ما لا فهمتش قال حتى عندنا في اللايف عمو، قال لك بلي راك واها. لا ماشي ما قالش عمو، نسولك سؤال موجه لك انت عمو، في نظرك شكون اللي كاذب؟ واش الطرف الاول ولا الطرف الثاني؟ واش الشكح اللي قال انا كويتها قبل ولا قبل ما تقول صوفيا؟ الراي ديالك شوف الكورت ديال الميمه. تبارك الله، اوه ماي جاد، بيوتيفول بيوتيفول. اوكي دابا قول الراي ديالك. كنت في نظرك اللي غيكون كذاب عمو؟ بيان سور الشكح مازال ما يقدش، سي نورمال. لا ولكن خاصو لا غير يطلع يدافع على راسو يعني ما لا ولكن هو كان واثق من نفسه. عمي عمي الباريزي هو كان واثق من نفسه، قال لك باللي نعس معاها وهي قالت لك فرحت بزاف، وقالت ليه انت عندك كبير بزاف يعني داك الشيء كيوت. هذا الشكح الشكح كيعترف امام الملأ عنده 18 عام وقال لك باللي عنده فيه 40 سنتي. قال لك طلعيني راه كويتها راه جا، ها هو جا يدافع على راسه. يلا طلعوا دافع على راسو، نطلعوا ونعاودوا نطلعوك. صافي صوفيا بقاي معنا عفاك، يلا اوكي صافي طلعوا غادي نحتاجوك. يلا اختي نطلعوا الشكح يدافع على راسو، نشوفوا هذا الشكيح. ويلي 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 المغرب كامل، المغرب كامل. شو 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 والملولي اللي كطلع بالربعه بالربعه للبيت وما تقدرش تقريبي ريزيرفاسيون. هذاك غادي يجي تاقي والملولي تاقي ويشرب. راه كاين 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 الملولي. ويلي 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 قضيه فيها. واه خوتي العافيه 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 العافيه. ويلي ولكن علاش خرجت ما تصرح وفضحاتهم؟ ناري بالربعه بالخمسه كيطلع هشام وبلا بريزرفاتيف. بلا بريزرفاتيف واي قبل كيسكا والد. ويلي 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 هاد الاتهامات خطيرة بزاف. ويلي 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 بزاف. ويلي 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 دابا غادي نطلعو يعاود لينا واش دار معاه الاحتكاك تحكو، لان باش الكويان راه ما فيهاش، ولكن بغينا نشوف واش ديك الاحتكاك، واش احتكاك البكوري ولا الوقوفي ولا العمليه ديال الاحتكاك. ما يعرف الوضعيه باوي، حنا رحنا في الوضعيه كاع كيفاش يطلع يشوف تعدف على راسك الشكح. والو ما فهمتش علاش ما فهمتش هذا، ما عرفتش اصاحبي ستوريات عندك. راه كاين هشام حتى بغى يطلع هشام طلعوه. طلع هشام طلع هشام طلع هشام لا الشكح راه ما عندوش كونيكسيون، هذا المشكل بزاف. ويلي 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 هشام غادي يسولو على هذا الشكح. ما كاينش في اللايف الشكح هادي 19 مينوت باش ما بقاش مكونيكتي. ايوا هذاك راه فو كونط، راه كاين هشام كاين هشام. طلع هشام ولا نزلو طلع هشام وطلعينا هشام. ما تيقبلش جيست، تنصيفطو له ما تيقبلوش ترفض. اوكي رجعيها تكمل، رجعيها تكمل، رجعيها تكمل ساعه حتى واحد منا با بوزوان. ما تبقاش قاطع عمو، خليها خليها تقول تفش قلبها مسكينه. صافي طلعيها طلعي طلعي اختي طلعي. البنت سميتها صوفيا. طلعي طلعي صوفيا بزازيل. ويلي 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 صوفيا ما بغاوش يطلعوا يدافع على راسو. الهضره اللي هضرتي راه كلها حقيقيه، يعني ان المتهم الا ما طلعش دافع على راسو يتسمى جالي عليه الامر، ما طلعوش يتحملوا المسؤوليه ديالهم لا هشام ولا الشكح. بغينا نسولكم صوفيا، بغيت نسولك، وصلتني اخبار قال لك باللي فاش كنتوا في مع الملولي والشكوحه كنتوا نتوما البنات اللي جيتوا من طاليان نتوما هما اللي كتصرفوا، وهما كانوا جالسين حالين رجليهم وفاسخين يديهم. واش هاد الكلام بصح؟ الوغ حنا ملي مشينا جمعنا دابا المشكله حنا ما صرفناش عليهم اوكي، ولكن الدراري ما كيخرجوش الفلوس. اوه
صحة الحكومة هاتي ما فيش صحة فطوركم هاتي خطري بالعميناتك وديناتك الحكومة زير تسمعيش واقع اختي الحكومة ما كيديرو يعني يعني لمش لكلينا كيرجعوا اللار ايه باش تخلصون تونا يعني ماشي الى جا الى جات لاديسيون ياك الفاتوره حتى واحد كانوا كياخذها كيخلوها في الطبله بسم الله حق الله العظيم الدريات هي من بعد اللي بغاو يطلعوا الدريه انا عمو حنا بربعه بينا انا حنا بربعه بينا انا نقدر نهضر مع الدريات كاع كاملين يعني الى الا كذبنا غنكذبوا يعني انا غنقول حاجه هذيك غتقول حاجه غتبين عندي شكون الكذاب فهمت ها هي كذبات عاوتاني المهم الدراري قسما بالله كتجي لاطيسيون كيديروا لك ها كيبقاو شي يفهموا كلاو سبعوا الماكله مشيو للبلاك ليست كنا كنمشيو مجموعين للبلاك البلاك ليست قسما بالله كان بنادم ما بغيش حتى ياخذ ريد بول ما قادش على حتى على ريد بول ولكن ولي 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 50 درهم 15 درهم ولكن اش نقول لك يعني قسما بالله كنحمدكم بالله ولكن كنظن هشام الملولي يخلص على راسه لحقاش عنده الفلوس ما نظنش يرجع اللور اللور هو 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 كيجي كيعطي مثلا هو خدا ريد بول كيعطي 50 درهم هشام قال لك سمعي شنو قال لك هشام هنا بغى يواجه صوفيا صوفيا وي تواجدي معاه صوفيا كيفاش يطلع بغى يطلع واه طيب انا اوكي شوف واش الكونت ديال هشام هذا هو 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 عمو هو اوكي صوفيا انت غادي تهبطي بعد غادي يطلع الاخر انا غنهبط ونخليك معهم اوكي انا غنهبط لا بقاي معايا صوفيا شوف شنو غادي تهبط غادي تعمر الشيشه وتقعد وتجي عاوتاني بعد شوشو صار يقول طلع يا هشام من اللولي واحد الميساج ياكو شرفو شوف واحد الكونتر راني صيفط لك في البريفي ياكو شرفو سي تري زيرجون الكونت وي انا راه صيفط لي ياكو شرفو واحد الحاجه وي ياكو شرفو شوف واحد الكونت ديال سوسو لا بلوند هاد سوسو لا بلوند راه حتى هي عندها دواسا المهم من بعد غادي نجبدوها شوف الكونت واش مازال كتشوف اوكي صافي دابا مزيان غادي يطلع دابا معنا هشام باش يدافع على راسه وي ناري الزويجات الفوق ناري السلاح السلام عليكم وي هشام السلام تحية لكم تفضل تحياتي خويا هشام الريزة ما تنسمعوش كتقطع لك الكلام واش كتشوفو نتوما كنشوفوك صوفيا خدي نفس ما تخميش لا ما كنسمعش سولها هي وغتجاوبك وقد الكونيكسيون عافاك الملل انا ما كنشوفوش يعني كيدور كوني هاني حبيبه هو غادي الكونيكسيون عنده دابا مزيانه دابا مزيان دابا تنسمع اوكي انا صوبنا انا جاوبت يعني حنا كنا حنا بينا كاملين اوكي قلت لي لترا اوكي انا قلت داكشي اللي كان يعني حنا كاملين في هذا الدار قلت لي كان حنا بينا كاملين كيفاش القضيه اللي 4 5 كيطلعوا ما فهمناش اي كيطلعوا ما كديرش بريزرفاتيف او بزاف ولي 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 كتضرب 4 ديال 4 ديال الدريات صاحبي راه بزاف ما خليتيش الشعب المغربي والو انا هضرت على كاملين هضرت عليك هضرت على الشكح هضرت على السيمو
ضرني انا الحال. علاش انا اللي درتي لي هذيك ديال الطلاي؟ علاش يضرني انا الحال؟ علاش انا غيضرني حال؟ علاش غيضرني انا الحال؟ ناري كونيكسيون عنده ضعيفه. نعم ما دير كي دار لك كيفاش دار لك اختي صوفيا دار لك ديك اللعيبه طلع قالها كان جالس كي دير داكشي ديال المو الباريزي كي دير داكشي ديال السلطان سليمان غير بالعين كنحلف لكم بالله وحق الله العظيم دار لي هذا ها فكرني بجد فكرني بجد فكرني بجدي كيبغي جدي كيبغي كوي جداتي يدير لها ديك اللعبه ديال دوزي فهمتيني كنحلف لكم بالله وحق الله العظيم دار ليا ها طلع زعما دوزي لقاعات العمليات زعما بي طلعت وكي طلعتي ما كانش عنده جلده انا دخلت دوز والو ما كايناش واش انا السيد غادي مع واربعه وخمسه ورا واش كيحسي مورا كاينين راه دابزو كيدابزو على الدريات كلنا كيدابزو على الدريات الدريات ديال 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 هشام عرفتي لا غير قالوا السلام للسيم ولا الشكاح ولا تقرب شي واحد ليهم كتلوط الروينه هادو مكبوتين عمرهم ما شافوني انا ماشي راجل انا نتوما بغيتو تاخذوا لي الدريات اربعه بيهم دياولي راه دياولي حتى واحد غيقيس الدريات الكبت اوف شي مش كيقول تيقول الدريات هي اللي قربات ليا نو منو عليك ما تهضرش ما تكلمش معها يعني منو عليك ما كاينش منو اللي راه خرج من اللايف انا غنطلع شوشو راه مشى طلع شوشو راه مشى شي ديال الكونيكسيون ناري ودابا كيفاش يعني كيطلعوا اربعه الدريات في الليل علاش نزل هشام المندولي علاش كونيكسيون لا هو نزل حيت واقيلا ما عندوش كونيكسيون لحقاش ما كناش كنسمعوه ملي كان كيدافع على راسو وي شرف انا عمو الباريزي صيفط لي هادشي كامل علاش واحد النهار دار واحد لي ستوري دابا انا تعصبت على هاد القضيه هو هي الدري كتلقيت هاد الحسيم الدري اللي كان مع امو بعدا نشرح لكم السيد دا كيجي ولكن صوفيا غنقاطعك حبي دابا الشكح قال لك كويتها وقالت لي انت ديالك احسن من ديال اللي قبل منك وقلت لي اللولي بغى ينعس معايا وانا ما بغيتش ما يمكنش دابا انت كنتي مع بزاف ديال الرجال وما نعستي مع حتى شي واحد فيهم ما يمكنش نو انا ما نعست مع حتى شي واحد فيهم ما يمكنش كتسهروا كتشربوا يعني بزاف د الحوايج مجموعين في دار وحده وما نعستيش ما نقدرش انا لا ما كاينش يعجبني انت واسال ورا سيمو عنده 17 شكح عنده 17 عام سيمو كان كيتزعط في صاحبتي مول اللي عندها شعرها زعر اوكي زعت فيها الدريه اللي هو زعت فيها كانت مزعوطه في صاحب سيمو حسين فهمتوا ما دابا هاد الدار اللي كنا شكون اللي كان مزعوط فيك انت يا صوفيا؟ حتى واحد ويلي وما كنتي خايبه زعما حتى للدرجه نو دابا دابا هذاك النهار هشام دار لي هذاك ديال الطليم ما كانش في الاول كان حتى في الوسط في السيمانه مي جات صاحبتي وصاحبتي كانت معاه مصاحبين وهما مصاحبين هي مشات بحالاتها من بعد الحكومه قالت لك الشكح واه انا متاكده لحقاش الحكومه الصديقه ديال الشكح وهو ديك النهار ملي طلع معنا في اللايف كيحلف قال لك والله حتى كويتها اشوشو قلت لي السيده غليظه وانت رقيوه كيفاش درتي ليها قال لي عندي طريقه خاصه انا كنحلف وحق الله العظيم ما كلا لياش الحلوه طب انا كان كما هو كيحلف اللي كان عنده البروف اللي كان عنده الدليل حط لي الدليل هشام لو كان بريزرفاتيف يعني توقع شي حاجه بيناتكم انا صراحه الدري عجبني زين هو زويون يعني لا فورم ديالو زويون يعني مباشره زويون ما قلتش اجي نقول لك بما انه هشام عجبك وقلتي كان باغي كويني ولكن ما لقاش بريزرفاتيف او انت ما لقيتيش بريزرفاتيف علاش ما فكرتيش مثلا ديري معاه سوفت غير من الفوق بلا تدخيل زلق ديري معاه دابا انا نقولوا لي انا هاد السيمانه ديك السيمانه كامله ما درتش ولا دارت مثلا ميكا البيضة ديك ديال الزيتون هاديك السيمانه كي قلتي انت الشوشو امبوسيبل ما درتي حتى حاجه مع حتى شي واحد اوكي انا كنت باغا ولكن سمحي لي يا اختي السيد كيمشي مع اربعه خمسه الدريات في النهار مش انا نقدر واخا نكون انا بغيت الشوشو كنت باغا ماشي ما كنتش باغا كتقولي هادي راه ماشي
يعني كيف ندير لها بلا هذه؟ كيف ندير لها؟ نو يعني امبوسيبل. يعني اربعه في النهار وانا كنشوفهم كيجلسوا حدايا، واحده سكرانه واحده مقرقبه واحده شامه واحده، يعني كل واحد فيهم دريات، واحده مبينه فيها مسخه، واحده باينه فيها جنونه. يعني واحد الدري عاوتاني، واحد الدري عاودت لي عاوتاني اش دار ليها من الاول ضربها، حقاش هي ما كانتش باغا تنعس مع السيده. ولي 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 منهم واحد السيده منهم. دابا هذه صاحبتي ما يمكن حتى ما بقاش نعس معاها ضربها. لا ما يمكنش، ما تقوليش من الاول ما يديرهاش، خلي ما يديرهاش، خلي ما يديرهاش من الاول. ولي على يضرب والله العظيم نسى ضربها. هي الدريه اكابا جازمين اللي كتكتب حتى هي عارفه هذه القضيه. دابا انا تعرفت على واحد الدريه في المبروك، اوكي تعرفت لا هذه ميكابا طلعيا. اسمعوا هي كانت هي تعرفنا لها في المبروك. اجي نقول لك اجي صوفيا الدار معانا. صوفيا عندك يكون محرشك شي حد يقول لك قولي هذا هضر على الملول. لا حبيت صوفيا 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 سمعيني سمعيني صوفيا غادي تطلع. شوفي انت راكي دايره العمليه ومريضه ما تكذبيش. لا لا علاش غادي نحلف لكم بالله وحق الله العظيم الدريه تعرفنا لها في المبروك زوين، وانا ظريفه كانت بوحدها، وحنا الدريات تقربنا لها فهمتي، دخلات معنا. المهم مشينا للدار قلت لها يلا معنا، مشات معنا في الاخر الدريه في اخر سوا يعني تزعتات في الملولي وتعت فيها. المهم طلعوا مشاو للبيت الصباح الدريه انا فقت الدريه ما كايناش، عيطت لها في التليفون ما بغاش تجاوبني. تلقيت بها في المبروك قلت لها بعد كدير راسها ما كتشوفنيش، انا مشيت لعندها شديتها قلت لها صاحبتي اش طرا يعني اش يعني ما بغاش تهضري معايا؟ قالت لي نو خليته الدري يضربني. قلت لها انتوما الفوق كي غادي نعرف انا؟ قالت لي انا ما كنتش يعني بقينا كنضحكوا كدا وتما انت تيقيت طنطن بغا يدير وانا ما بغيتش. السيد ضربني ضربني وبزز عليا. شكون اللي ضربك انت؟ ضرب الدرية. قال لي ها الا ما نعستيش معايا غنجي نضربك. هذا شوفي صوفيا هذه راه سميتو اعتداء. واش متاكده من الهضره؟ انا بالله كنحلف لكم بالله وحق الله العظيم. العافيه العافيه ديروا العافيه في التعاليك. العافيه العافيه تعرف 17000 الدريه تعرفوا هذا الشيء، الدريه عارفين هذا الشيء. الدريه قالت بالله انا ما بغيتش هو بزز عليا ويضربني. كيفاش بزز عليا؟ يعني نعس معاها غصبا عنها؟ غصبا عنها اغتصاب، هذه محاوله اغتصاب. بزز من انا بغيت انا نحيد من الاكونت وانا ترى لي انا شي حاجه. دابا الا كذبت كنحلف لكم بالله محاوله اغتصاب. كنحلف لكم بالله الدريه مخلوعه ما بقاتش قادره تجي عندنا ما بغيتش تتكلم. الدريه مشات وكتشوكت باقي هاد الشيء كامل عليا باقي هاد العرس هادو. واسمعوا اسمعوا من هاد الشيء كامل الصباح ملي فاقت الدريه باغا تهرب هز 100 درهم ولا حالها على وجهها وقال لها سيري خذي الطاكسي. ايوا بعدا راك خلصتها خلصها ما ضيعتش 100 درهم خلصها 100 درهم 10 اورو 10 اورو 100 درهم. ايوا هانت بعدا خلصتها كاينه معاها في اللايف ما ضيعهاش. لا ود الناس مع ود الناس ما ضيعهاش ما كاينش في اللايف ولكن عندي نمرتها في واتساب. لا ولكن انت عم مصداق ود الناس ما ضيعهاش خلصها خلصها داكو غادي تكلم في شهر 100 درهم وثلاث بيت اللي الكل كتقول امال 100 درهم ماشي راجل ماشي فلوس. صوفيا غادي تتابع اللي غادي يطلع هشام من اللولي ومن بعد نطلعوا خليك في اللايف صوفيا شاريكول. انا غنطاقيك السنيه ديال الدريه اللي ضرب اوكي طيب لها من بعد اوكي اوكي غنطلعوا غنطلعوا قايم معايا بارطاجيو مع اللايف اخوتي ماكسيموم بارطاجيو الماكسيموم الله يخليكم كلشي بارطاجيو. لا هادشي هادشي بزاف هادشي بارطاجيو اخوتي الحكومه سجلات صغيره بارطاجيو اللايف اخوتي الله يحفظكم. هشام يدير كاع هادشي كاع هاد البزله هادي. لا ولكن حيت هادشي صعيب اوفر ما عرفتش كتحلف بالله راه تقليد عليها وعواشر هادي ورمضان ودايره العمليه محكمتكم الموقره. دابا هشام ما كاينش في اللايف هشام ما تيطلعش ليا يلاه كاين غير دابا يلاه كان دابا راه كتمشي له الكونيكسيون كتجي كتبي كتبي هشام ودخليه وصلوا على 20 اخوتي ولات دارت اعترافات على قبل من لولي شكح دار مع عمليات الاحتكار الحكومة سجلت الحرام قالت لي غنحط هادشي كله. ها هو هشام
كنتمنى ان تكون عنده الكونيكسيون. كونيكسيون مزيانه دابا تانكسان كتسمعوني دابا؟ اوكي دابا بغيت نفهم واحد الحاجه. نتوما كون نهار جايبين وحده باش اتاكي من الاول، هي كنت كتهضروا على الشكح شويه نقصوا من الاول. شوف شوف هي سمع سمع واش بغيتي ديري كونس كتقول ويلي 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 شنو باغي توسخوا لي الصوره ديالي؟ انا معادله صعبه وشفافه. لا 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 ماشي نتوما نتوما واش البنت كتقول شوف حنا كنهضروا حنا كنهضروا كنتي كنهضروا عليه. حنا كنا كنهضروا على الشكح، هي بدات كتهضر على الملولي. حنا كنا كنهضروا على الشكح. واش كنتي حاضره؟ مالك ويلي ولي كيتوقف على نفسك الغيره. انت جاتك الغيره طلع 10 نطلع 100 مال ما بغيتش تديها فيها بقى فيها الحال. علاش تجي انا الغيره مثلا؟ بحال شي دير بحال شي قندوس البحر ما بغيتش نديها فيها. دير بحال شي بوطه ولا ما تسرطاتش فيها بوطه كما يتسخر غادي نجليه. مالها؟ شوف شوف باش ما نمشيوش بعيد، شوف شوف باش ما نمشيوش بعيد. شنو قالت لكم الملولي؟ عجبني قالتها قالتها كانت كتظلل عليا كتقول لي شنو واش ندير. كنقول لها سيري تمشي بحالك. وانت دايره بحال شي شي فيل كبير في عمره 180 عام من هنا للصحراء. والله يهديك اصاحبي. وهي شوف هي كاينه في الطالية المزاز لها كاينين في العيون. سلام شوف ما دير شي لايف من الاولي ما تسرطاتش. لا لا شوف والله ما طلعنا على قبلك هشام، طلعنا على قبلك كوحه. عندنا شوف على قبلك كوحه. ودابا عاد فقتي كتقول شو شو شنو كنغوت دابا انا؟ نتوما قلتوا لها الشكا وهي قالت لكم شو من الاولي. شنو اللي بغيت نقول لك؟ والله ما سولناها عليك، احنا سولنا على الشكا وحبيت كتهضر عليك. انت دير هذيك جوج ديال الكرود، جي دير ديك جوج ديال الكرود هذيك جوج ديال في عمرهم 60 عام. مالك يا اختي مالك؟ قالت لي نرجع في الليله. شوف هي قالت لي نرجع في الليله. اصلا هي فيها هي فيها كامله 30 كيلو وزدنا فيه 115 كيلو بوحديته. هذه فورمه كتوقف فورمه. شوف هي مشات مع الشكح وانا نقول لك كيفاش انا ما شفتهم. شوف الشكح كيحلف قال لك انا مشيت معاه وهي قالت لك لا الشكح ما قاسنيش. اسمع 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 عندي انا نيسان نيسان واش بلا ما تبقى تخرج عينيها واش شي شوف داز يعني هادشي ديال الدراري الصغار. هاد الدريه هادي بعدا بروش. علاش كنا جالسين في واحد لاكليك اللي طرطره صافي ما كنبقاوش نهضروا بقاو نعاودوا. هادي دايره بحال شي مطربه متقوبه من جوج جهات. تسمعني نقول لك الناس فاش كيجلسوا في شي كليكه تفاهم وتبارك الله، ما تفاهموش اللي عاون اللي عاون. نجيب نوضح واحد النقطه قالت لكم كانوا جوج. انا كنت كنخلص على راسي ما كان كيخلص عليا حتى شي واحد. العصه كصار يكون حنا كنخرجوا 6 ولا 7 ديال الدراري و6 ديال البنات وكيجلسوا كيضربوا الطاسه. انا ما كنشربش. كيضربوا الطاسه شنو نوض نخلصها لهم في الاخر؟ ما نخلصش ليهم بزاف. واش كان واحد ولا جوج؟ ماشي مشكل ولكن فرقه بزاف. خليني نهضر باش تفهموا. ولا كنت غلط قولوا لي غلط. واش واحد يكوي واحد يخلص؟ ولا يكوي يخلص؟ لا واحد ونخرج بنت عارض عليها ضرب انت وياها الطاسه وخلص عليها. وشنو يضرب واحد ولا واحد مخرج معاه بنتي يضرب معاه الطاسه نخلصوا عليها انا؟ لا حتى كصار يكون كناخذ ريد بول كدير ب 50 درهم كنوض كنعطيهم 300 درهم ديال لاديسيون. واش انا خاسر 300 درهم؟ ريد بول راهي ب 50 درهم كتعطي 300 درهم غير بليزير مني. يعني لاديسيون كتجي فيها 1000 درهم كتعطي منها انا 300 ولا 400. الشكح كذلك كيعطي 300 هو ما تيشربش. يعني انا وياه انا والشكح كنعطيه 800 700 حتى باقي يخلصوا هما اللي ضاربين الطاسه. شنو باغيين نخلصوا له معانا يدوزوا شنو؟ علاش نخلص انا على واحد مع واحد؟ دابا كنزيدو. انا كنت في داري الفوق هما كيكونوا 10. قالت لكم انا فاش كنمشي قالت لك كيطلع مره مره كيطلع. انا ما كنبقاش نكري يعطيني 100 درهم 200 درهم 300 درهم كنمشي كنكري راسي كنخلص. يعني انا شاد داري الفوق بوحديتي هما لتحت. انا هبطت قال لي الشكح راه فلانه راني درت انا وياها ودرت انا وياها. قلت له ويلي. قال لي والله تبصح انت غتشوف انت غتشوف انا نقولها لها قدامك. كانوا جالسين هو يقول لي قدامها هو يقول لها قال لي ملولي غمزني هو يقول لي هو يقول لها وكي جيتك؟ قالت لي لا ناضي هي فمها. انا ما كنتش معاهم انا كنت معاهم. اشوف انا كنقول شنو اللي قلت لكم سمعوا من طرفين صار يقول انت ما كتسمعش. قلت لكم شوف 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 صار يقول كتعرفيني انا كنقول غير اللي كاين. انا ما كنتش معاهم. هو قال لي راني درت وفعلت معاها. قلت له وين واش بصح؟ قال لي والله الا مسكت وكي درتي ديك الفيل البري. قال لي يا شوف قال لي راه بصح. قال لي انا غنقولها لحداك. انا جالس غمزني هو يقول لا شنو كي جيتك؟ قالت لي لا راح ناضي. انا كنت معاهم. هي قالت فما وما قالوا. يعني انا ما كيهمنيش الامر. دابا هاد السيده اللي بقى فيها والسكرينات مازال عندي. فاش تفركسات المجمع والملولي قالت لك ما مزيانش وكل شيء فاش تفركسات المجمع انا بقيت في اكادير لا كنت عقلته. انا ما مشيتش
كل شيء مشى وانا بقيت في اكادير. هي كانت مازال في اكادير، كانت كتقولي نتلاقاو شي جوج ولا ثلاثه د المرات حتى السكرينات في انستغرام هما مازالين عندي، سكرينيتهم مازالين عندي. قالت لي نتلاقاو ثلاثه د المرات ما بغيتش نتلاقاها، وما كانت ما كانوا لا بنات لا والو، هما صحاباتها مشاو والشكوحه مشاو، بقيت بوحدي في اكادير وهي بقات هي وصاحبتها في اكادير. قالت لي نتلاقاو جوج ولا ثلاثه ديال المرات وهي فما قالت هذيك النهار في اللايف، قالت لي قلت لك نتلاقاو ما بغيتيش تلاقاني بقى فيا الحال، علاش ما بغيتيش تلاقاني؟ ما بغيتش نتلاقاك، غنتلاقاك صحه. واش انت شوف شوف هاد الشيء شرحتي لينا وفهمناه، والكلمه اللي قالت ديال البنت اللي بالصحب وضربتيها وخلاص بغيتي تغتصبها، قالت انك بغيتي تغتصب بنت دابا ضربتيها. دابا اسمع، هي قالت لكم شنو قالت لكم؟ قالت لكم حنا كنا لتحت والبنت مشات معاه بخاطرها. واش كاين شي هذاك الشيء بخاطرها وكتضرب؟ هو دابا هنا تناقض، مشات معاه بخاطرها في الصباح ضربها، ويلي الحماق هذا، يعني كنتي معايا باش ضربتها؟ يعني ما تنقولوا شي كلمه حتى نشوفوا شي حاجه بعينينا. انت اللي شتي بعينك انها كنا جالسين ومشات معاه، هذه اللي شتي بعينك، يعني هنا يعني حدنا صافا اوكي، ولكن شتي ما شتيش بعينك ما تقوليهاش، فهمتي؟ يعني اي حاجه انا طلعها طلعها دابا طلعت 6 16 30 ما بغيتش هي نديها سوقها، ما عجبتنيش ما عجبتنيش. اربعه كيطلع في الليله وانت مرتو بيك. واش انا واش انا الناس معاه؟ واش انا الناس معاه في البري؟ مالك راك صحيح تقد عليها مالك؟ ماشي انا قد عليها، ولكن انا من الاول شوف فيرما كي دايره وكذا ما سمعتش انا حتى من عم بارز جبت فيه والبقره ما عندهاش داك الصدر، والبقره ما عندهاش، وبحال اللي كترد علي تامه بحال اللي دايره خيريه اللي ما تقدرش تكون ترد كتردعه هي. والله بقدر شوف حنا كنا جالسين، يعني هادشي خاوي نطلع نبقى نعاود عليه، وهادشي كامل محرش الكلب ديال السويد حيت كيبقى يهضر في البريفي وكذا، وهادي قال سيري اتاكي وديري وكذا حيت انا بهدلته، واش فهمتي؟ دابا هادي الضحيه ديال سيري شويل من الاولي حيت ورقته ديك الكلب السويد، ورقته انا واش فهمتي؟ حيت واحد في السويد عايش وعنده طوموبيل ب 6 ديال المليون وفرحان به. هادي شي حاجه انا وانا كنت شي حاجه ما نطلعش ونوريك تكذبني. مشى مع 4 مشى مع 5 انت مالك؟ مشى مع 16 انت مالك؟ مشى مع 30 انت مالك؟ علاش حرقتك؟ ما بغيتش تسرطاش مع رمضان ولا نقرب مع الناس اللي في اللايف راك عارف. بارطاجيو اخوتي باش باش طلعت واجهت قبل تواجه هاشام. هاك اخويا كروفيطا ما عرفتش بغات تقول لك يا هشام هاك يهضري. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف الراجل هشام، اللي راجل ما كيدويش بحال هذه الطريقه على بنات الناس، واخا تكون اللي كانت كنتي كتبان ياك هي تقول كيفاش اللي راجل راجل عليك وعلى باك وعلى بين باك وعلى كل شيء، كيفاش اللي راجل؟ وانت ما كتقولي نطلع ندافع على راسي كتقولي لي اللي راجل، واش شي حمقه ولا مالك؟ هي كتوسخ لي في صورتي ما نطلعش ندافع على راسي. انا انتم وليتوا بهذا الانستغرام كتعطوا مع البنات، وليتو كتعاطوا مع انا تعاطيت انا جالس انا يا جالس ترونكيل وما كيسول على الشكل، وهي كتوسخ الصوره ديال الملولي وكتقولي لي كتعاطى مع بنت، انا ما تعاطيتش معاها وما بغيتش نمشي معاها توسخ لي صورتي، ما يمكنش، ما بغيتش نعس معاك اختي والصحه نعس معاك وعباد الله وحقوق الراجل والاغتصاب ودار التحرش هذا الاغتصاب هذا تحرش والغدر هذا التحرش هذا العين باين هذا وانت هي هي باغي تهرج بيا في الدار، ما بغيتش اختي نعس معاك، ما بغيتش نعس معاك، انا نتعرى صاحبي ما بغيتش نعس معاك. وليولي 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 عصبوا خليه يتعرى العار. هذه علامات كروفيطا، انت كتهضري محامي التفاح. كروفيطا ما كنعرفكش اصلا ما تهضريش معايا وهي كتوسخ لنا صورتنا وبقى ساكت عمو، راه ما يمكنش. واش انا ما ندافعش على راسي هنايا؟ دافع على راسك اخويا. انا عندي رزقي وكنخلص برزقي وعندي طوموبيلتي، ما كنتش بحالهم كارين طوموبيله سبعه بهم، انا عندي طوموبيلتي كنت غادي بيها داري بوحديتي، وشنو بغيتو اكثر من هذا الشيء؟ شنو؟ نمشي مع 16 مع 30 راجل، مشينا مع البنات مشكله، ما شفتوناش مع البنات قلتوا لوبيا وكيما درنا وحده، راجل مع 16000 بنت. انا يعني سويت هشام اخر مره ما بقيتش عارف كنت مازال صغير شي شويه عندي الزميمه بصراحه 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 ولا تنتهي على بلا ما يحمقني بنادم. وانتم سولتوا على الصح ودابا عمو شوف دابا شوش وصاري كول حيت ديك التليفون هضري معانا كما كتهضر معايا صاري كول حيدي التليفون حيدي التليفون. وانتم كتقولي طلع على الملولي طلع على الملولي، وجاتك الغيره انت صاري كول ويلي ويلي مشى مع اربعه جاتك الغيره
مشيت مع اربعه. علاش تجيني الغيره؟ كتغيري عليا مالك؟ اعترفي في اللايف قدام هاد الناس، قولي لهم كيعجبني مالك. كيعجبك الملول ولا ما كيعجبكش؟ قولي الصراحه. اعترفي الصراحه مالك. هو زوين ماشي خدام صافي، ولكن كيعجبك ولا ما كيعجبكش؟ وي اعترفي اعتوي. هشام هشام هشام، دابا كنتي شرحتي لينا الموضوع ديال البريزرفاتيف اللي قالته هي كذوب ولا صح؟ ودابا دابا شوشو، دابا سؤال سؤال ياك. دابا هي قالت لك راه نعس مع اربعه بلا بريزرفاتيف. انا قلت لها ملي ما لقيتش بريزرفاتيف كون درتي ميكا ديال الزيتون. واش صاحبي بس اسكت، غير اسكت غير اسكت باش تسمع. يلا قول. شوف حنا ما كنسمعوش، كنشوفوا المنطق، شي حاجه اللي لوجيك كنسمعوها وشي حاجه اللي ماشي لوجيك راه باينه. دابا واخا انا سيدي كنمشي بلا بريزيرفاتيف ياك، انا مشيت مع اربعه بلا بريزيرفاتيف، وانا نعس ملي كتحسبهم ليا كانت معايا باش عرفت ملي مشيت بلا بريزيرفاتيف ولا ما مشيتش. يلاه غير سؤال، هي ما كانت حاضره مولو كتقول لك نعس باش عرفتنا نعسنا ما نعسناش، درنا ما درناش، غير كتهضر هضره خاويه من الفراغ. واش جوج مغطيين في الفراش وحده باش عرفتهم دايرين ولا ما دايرينش؟ كتهضر غير بوحديتها، اي كتخربق في الهضره. شي هضره اللي ايلوجيك. كنت جالسين في الصالون، كنت جالسين في الصالون ودرتي لها ديك اللعبه ديال كيفاش براسو براسو هذاك اللعبه ديال الحريم السلطان. غادي ندير لها وهي كتقيد تقول لي حس تحت الله يقول لك حدا شحال مره كتقول لي وشنو الملولي ما ندير والو دليلا كنقول سيري بعدي مني الشكاح يكذبني حدا الدراري كانت كتقول لي ملولي. اخي هشام اليوم كنا دايرين اللايف مع الشكاح على الشكاح، والله الا كنا دايرين الموضوع على الشكاح. شوف 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 عمو اسمع، هي قالت لكم في مره الملولي كيعجبني وقدام الدراري كانت كتقول لي يلاه بعدي مني خويا، وهي وافيها من قنطار الارض وانا غادي نمشي ندير حمل اثقال. ايوا اللي يدير البوكسينغ يدير حمل الاثقال. وخاصني نخدم السكواد انايا، واش غادي ندير سيريوني ولا غنتعذب في حياتي؟ العذاب هذاك مع هذاك الانسان، شتي هذاك شتي هذاك الانسان. وانتوما هذيك الانسان. وشوف هي شوف هي كانت شوف نهضروا في لالوا ابار هادشي اللي قبل ما تخرج بهذا الخارج الدوالو، هي كانت ظريفه في البنات كاملين، درويشه كانت الله عمرها سلعه وظريفه وما كانتش منها كلام ديال العيب، ولكن هذا تبرهيش كيولي وحق الملولي مشى مع اربعه هاد البنات. واش انا عندي مع انا شوف السؤال دابا انتم اللي كتقولوا كتهضروا بلا منطق، السؤال واش انا دابا من هاد الهضره كامله ملي بدات كتهضر ما قلتكمش الملولي داير لي شي حاجه، كتهضري على الناس. الملولي مشى مع اربعه، الملولي دار مع واحد البنت، وسوقك انت هضر على راسك يعني. انا كنت غادي ديروا ما لقيتوش بريزرفاتيف، وما لقيتوش بريزرفاتيف قالت لك حيت ما لقيناش بريزرفاتيف. لا 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 ويلا عم بريزرفاتيف غنحير في بريزرفاتيف. بريزرفاتيف في المغرب كيدير ب 10 دراهم، عمو كيدير باورو. والله بريزرفاتيف رخيص في المغرب، ثلاثة كيديروا بأورو ب 10 درهم، ثلاثة وب 5 درهم. هذوك هذوك كيطردقوا هذوك ماشي مزيانين. إذا ما بريزرفاتيف غنهضروا عليه حتى هو هذيك كون أنا ما بغيت ما ماشي. كاليتي كاليتي خص الكاليتي كاليتي. هي ظريفة وكل شيء ولكن ماشي من النوع ديال البنات اللي كيعجبني لا فورم ديالهم، فهمتي عادي. وخصوصا ملي سمعت ولا خصوصا ملي سمعت مشات مع الشكح صافي امبوسيبل نمشي معاها. واش الشكح الصغير ولا الكبير؟ مع الشكح الصغير هي فمها قالت. ولكن دابا نعست مع الشكح واش دابا داروا الاحتكاك؟ انا ما الشكح مازال حيت هي هو ضعيف بزاف وهي غليظه فدار ليها مثلا. لا مستيد راه عنده 18 عام مالو، راه عادي 18 عام 18 عام الناس راه مزوجين عندهم الاولاد، 16 عام الناس كتولد علاش مالو؟ انا درت على الورم. الناس راه عندهم 18 عام عندهم دراري، الناس عندهم جوج ديال الدراري 18 عام عندهم جوج ديال الدراري، علاش مالو هو؟ معليش الله راه راجل تبارك الله. صيفطنا له ما بغاش يجاوب ما عرفتش علاش. المهم هادي دابا من هادشي كامل هي ملي طلعت انتم سولتوا على شوف اول حاجه سولتوا على الشكح وهي قالت لكم الملولي، ثاني حاجه ملي بدات كتهضر ما قالتش مشكل بيرسونيل بيني وبينها، ملي بدات كتهضر دار لصاحبتي دار لواحد البنت مشى مع واحد البنات فعل لواحد الدري دابت مع واحد الدراري، هذا هضري مشكل بيرسونيل بيني وبينك. تي لا قلتيه في اللايف الناس يقولوا انت هي حاقده عليا على هذا القبال باغا توسخي لي صورتي، محرش ديك الكليب ديال السويد وانت هي البقره ديالو وعادي يعني. يعني جلسنا واحد الجلسه زوينه خليها بعزه، خلي داكشي بحلاوته يبقى زوين، حنا تلاقيناكم ضحكنا نشطنا السلام عليكم السلام عليكم. علاش هاد نطلع في الله يبارك هاري بدر هو اللي هاري بدر هو اللي تلقاكم طاقو بدر ديما في اللايف كتزهين اللايف كدير له الشو في اللايف. طاقو بدر هاري راه هو اللي قال لك هو اللي كيحرشها. لا بلاتي عليك انت يا صاريكو، لا بلاتي عليك. شنو درت انا؟ وسولي يا صاحبي كنت نسيت انا ما درت والو، انا ما سولتهاش، انا بقيت غير ساكته كنشوف.
لا واش دابا الهضره اللي قلت انا معقوله؟ قالت لكم شي مشكل بيني وبينها وقع؟ ما قالت والو. ملي طلعت وليت تهضري على الناس. دار قالت لك باللي طلعتيها للبيت وتعرات دوشات وتعرات وحسنات وقالت لك فين هو البريزيرفاتيف؟ قلت لها لا انا تعجبني داك الشيء. قلت لها انا تعجبني اللحم مع الشيكول. اساريكول اساريكول انا كاري ابارتومون 15 يوم ب 1500 ديال الاورو. 1500 الاورو 15 اليوم وغنحير في بريزيرفاتيف. واو سبحان الله العظيم سبحان الله. وصلنا حتى البريزيرفاتيف واكل حمار الشيخي في العقبات. يقدر يكون مثلا الوقت متاخر للصيدليه السادين مثلا. واش نقول لك واش شو وهذيك راه خاصك مع البريزيرفاتيف ديال الكوير خاصك تخيطو عن الطرف. خاصك الطمينه ديال الحرك اللي كيبيعوا فيها المحليه. خاصين بعدهم منهم شي بحال هكا. لا لا خاصها تطلع دافع على راسها ما يمكنش. طلع دافع على راسها. طلع دافع على راسها. بارطاجيو اخوتي وديروا فولو لشوشو الله يخليكم. كلشي تابونا مع شوشو نوصلوها ل 100 كا عساكم. كلشي تابونا مع الحب ديالي. كلشي وصل ل 100 كا ولا ما كاينش اللايف غدا اللي ما الا ما وصلت الشوشو من هنا لغدا ل 100 كا ما كاينش اللايف. انت ما تعرفش. بارك الله فيك حبي شكرا. كلشي راه كيعرضوا لها مسكينه السينيا الله يخليكم. كلشي عند شوشو. ها هي شوشو ديروا لها فولو الله يخليكم. ميرسي ثانك يو صوفيا. السلام عليكم. نبغى نقول لكم باش كنت انا كنعرف السيد كينعس بلا بريزرفاتيف نعس مع صاحبتي. ساره ايش قالت؟ وات ذا فاك وات ذا فاك نعس مع صاحبتي. داكشي انا سنعرفين عارفين انت نعس كتنعس بلا بريزرفاتيف نعستي مع صاحبتي وما عرفتيش السيد باللي انت ملي كنتي كتطلع كتاكل حلوه لوحده الدريات الاخرين كيبقاو تحت معايا. وشكون اللي كيقرب لهذوك الدريات ولا ماشي الشكح والسيم والدراري؟ انا كنقرب ليهم كنهضر معاهم كنجد معاهم. هذه الدريه يعني انا اللي كنت كنعرف واحد الدريه غادي مع هذا السيد بينسو غادي نسول. وصاحبتي قالت لي انت هي هكا سول الدريات قالوا لي هما بحال هكا يا صاحبتي. اجي نقول لك وصاحبتك ما قالتلكش واش عنده طول ولا صغير؟ لا انت نتوما غتعرفوها حق الله هي بغيتو راه هضرت معها طلع ما تبينش وجهها ولكن تهضر معكم وما سولوها ما نقولكمش داكشي ديالو. انا السيد دابا صراحه كتبت ليه شحال ديال مره حقاش السيد قبل ما تفارقنا قال غتمشيو ما غاديش نتفارقوا غنبقى نتسامعوا في التليفون غنديروا غنفعلوا وغادي نكملوا البروغرام. المهم قال شي هضره ما كايناش. انا كنعيط عليه يعني كي اصدقاء ماشي كنعيط ليه على شي حاجه ولا سحب لي راسه. راه صوفيا هو قال بلي انك انت كتحرشي به وبغيتيه يكويك هو ما بغاش يكويك هو ما بغاش. دابا فين هو الفيل عمو الفيل جبد الفيل دابا الدريات اللي معايا كلشي شاف حقاش شي مشكح ما كانش خرجوا. حقاش الشكاح كيمشي عند كيدور كيدير تصاور مع ليرفان الشكاح حتى هو خاص يمشي يضرب ليرفان خاص يمشي يضربو وحنا كنا كنبقاو في الدار. اوكي الدريات كاملين كانوا تما ملي دار لي هذيك القضيه وانا نطلع وهبطت وانا قلت لهم كلشي علاش انا غادي نكذب انا غادي نشوه راسي بحال هكا علاش؟ حقاش بغيت هو شو حدايا باش انا نتزوج معاه ولا نتحم معاه واش هو حدايا علاش غادي نكذب فيه؟ انا شويت راسي انا درت الشوار راسي بوحدي علاش غنديرها؟ كون بغيت ندير شوار راسي نقول بصح شكون حكى لي الحلوه نقولها ولا نقول كلامي يمكن ما رضيتيش تقولي شكون حكى لك الحلوه حيت صغير بزاف. لا وانا نقول ما كتجيش. انا قسما بالله كنحلف لكم بالله انا هاد الكورب كنت انا هادك الدري ياكل لي الحلوه حتى هادك الدري غيدير ما يبقاش يبان غيتفرقع. انا نجلس عليه